أهلا وسهلا بكل الصديقات والأصدقاء. حقيقة لم أجد مثلا شعبيا معروفا أفضل من المثل المصري الرائج: باغين جنازة ويشبع فيها لطم وغوات، ينطبق على حالة الجزائر الجارة الشرقية للمغرب والعياذ بالله. هذه للأسف الحالة الذهنية، بطبيعة الحال هذه هي الحالة الذهنية التي باتت تعيش وتحيا عليها الجزائر. وطبعا هنا لا أقصد أبدا الشعب الجزائري الشقيق الذي يكن له أغلب المغاربة الود والاحترام، ولكن القصد هنا قصر المرادية المحكوم بهواجس وأطماع الجنرالات والكبرانات النافذين في البلاد، إلى جانب دعمهم اللامنقطع لجمهورية الخيام. دايرين بحال النساء اللواتي لا يجدن راحتهن سوى في الجنائز ليشبعن فيها لطما على الخدود وشقا للجيوب. يحرص حكام الجزائر على حضور واستغلال أي حادثة دبلوماسية لها علاقة بالمغرب حتى ولو لم يكن فيها تحج ديال الموت، ولا تصل إلى درجة الجنازة. آخر هذه الجنائز التي شبعت فيها الجزائر من خلال إعلام الجنرالات لطما بعد لطم، تلك المتعلقة بالاتهامات التي تقف وراءها منظمات دولية وجهات إعلامية أجنبية مدعومة ومعروفة بعدائها للمغرب بشأن مزاعم تجسس الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على صحفيين ونشطاء وشخصيات وطنية وأجنبية. وتبنى إعلام الجزائر وإعلام الكبرانات بدون وجل وبالزربة ما تروجه تلك المنظمات والجهات من اتهامات ضد السلطات المغربية، وخصص مقالات يومية بالليل وبالنهار للنيل من المغرب دون يعني تحر للمصداقية التي يبدو أنها دبحت عند أعتاب قصر المرادية، ولا عزاء لمهنة الصحافة في الجزائر. ولم يكتفي كهنة الجزائر وسندتها باللطم على الخدود وشق الجيوب ويعني يعطيوا الفلوس لهذه المنظمات والنفخ في النار والاصطياد في الماء العاكر مثل الضفدعة من أجل الإساءة إلى سمعة المغرب، بل امتهنوا أيضا حرفة أخرى هي قراءة الفنجان، وباقتفاء آخر أثر لقارئات الفنجان في الإعلام الجزائري نجد أنهم وصلوا بتحليلاتهم التي لا يشق لها قهوة وليس غبار إلى خلاصة مفادها أن المغرب يتجه إلى خسارة أكبر داعم سياسته الخارجية في الصحراء، والإشارة هنا إلى العلاقات المغربية الفرنسية. ولا يحتاج الأمر إلى ذكاء كبير لمعرفة كيف يحاول الكبرانات صب النار على الزيت ومحاولة الإيقاع بين المغرب وفرنسا من خلال ترديد الأسطوانة المشروخة للاتهامات المتعلقة بالتجسس، كأن الجزائر ما تجسس على واحد، والتي لا تنطلي مبالغاتها وبلاهتها وسذاجتها على أحد، وإلا كيف سغادي يجسس المغرب على راسه؟ هذا فرضا إذا صدقنا بعض الروايات المتواترة هنا وهناك حول هذا الملف. والأيام يعني القادمة غادي تبين ما وراء الأكامة ومن يقف وراء هذه الاتهامات. كبرانات الجزائر تركوا مشاكل بلدهم من بطالة وغلاء وتضمر للشباب وهجرة سرية وانتخابات فاشلة واحتجاجات شعبية، ولم يجدوا سوى اللطم في كل مناسبة أو حدث سياسي أو دبلوماسي يتعلق بالمغرب أو حتى برائحة المغرب. ولسوء حظ لاطمات الجنائز وقارئات الفناجين فإن الرد الفرنسي كان سريعا في محاولة إشعال التوتر بين المغرب وفرنسا، جاء بالزربة وسريعا
من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الذين أكدوا بعد ترويج الاتهامات المذكورة التمييز العلاقات بين المغرب وفرنسا، كما دعوا إلى تعزيز التقارب بين البلدين ومحاربة التضليل الإعلامي. عاود نكرر هذه العبارة، ومحاربة التضليل الإعلامي الذي تروج له بعض الأوساط بطبيعة الحال من بينها إسبانيا والجزائر وألمانيا. وقبل فرنسا حاول قصر المرادية أن ينفخ النار بدون جدوى حول الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، كما بين المغرب وألمانيا والمغرب وهولندا، من خلال تسفيه القرارات المغربية والإشادة بما يقرره الألمان أو الإسبان أو هولندا. وهذا كله لأن كبرانات الجزائر مثل لاطمات الجنائز، لن يهنأوا أبدا إلا برؤية المغرب معزولا ودوليا. والمغرب دابا اللي ولا قوة إقليمية في المنطقة، يعني يستشار من قبل دول عظمى بحال الصين وروسيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا لن يتأتى للجارة الشرقية وكذلك لمثلة الشرق. فالمغرب يعرف تماما متى يقول لا، ينتهز لا حينما تداس كرامته أو تمس رمال صحرائه، كما يعرف تماما متى يقول نعم لمن يمد يده إليه صدقا ومحبة في التعاون. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.